ولما حطتنا ليوم رح تكون عن طبعا المساحة الطبية، كتير بيتردد طبعا الشعور بأنه أنا عم بشعر بألم بالمفاصل، عندي مشكلة مع المفاصل، هل هو التهاب أو لا؟ أو ممكن كتير ناس تلجأ لأنه هي تداوي نفسها عن طريق أخذ المسكنات أو أدوية أخرى أشخاص تانيين يوصفوا لهم ياها، وخصوصا لكبار السن دون الرجوع للطبيب المختص. ولكن شو هو حقيقة التهاب المفاصل، أسبابه، أعراضه وعلاجه؟ كل هذا الشيء رح نتعرف عليه بالتفصيل بفقرتنا لليوم، ولكن بالبداية خلينا نروح لتقرير وبعدها رحب بضيفنا. كثير من الأشخاص يمكن مع التقدم بالعمر بيعانوا من آلام المفاصل، بتردد كثير مصطلح التهاب المفاصل، وبالحقيقة أنه هذا الالتهاب هو تورم وشعور بالألم عند لمس مفصل واحد أو أكثر من المفاصل. يمكن أن تتسبب باللورات حمض اليوريك اللي بتتكون عند وجود الكثير من حمض اليوريك في الدم بالإصابة بمرض النقرس، كما يمكن أن تتسبب الالتهابات والأمراض المزمنة مثل الصدفية أو الذئبة الحمراء في الإصابة بأنواع أخرى من التهاب المفاصل. بتتنوع طرق العلاج وفقاً لنوع التهاب المفاصل، والهدف الأساسي من علاجات التهابات المفاصل هو الحد من الأعراض وتحسين نوعية الحياة. لنسلط الضوء بشكل أكبر عن التهاب المفاصل وأسبابه ومدى خطورته وعلاجه، خلونا نرجع لاستديو صباحنا غير مع ضيفنا الدكتور جهاد بشعب جراحة المفاصل في مشفى الأسد الجامعي. يعني مثل ما قلنا سلمى بالبداية، قديه هي الشكوى من آلام المفاصل هي شكوى منتشرة يمكن بأغلب المنازل، ومع اختلاف يمكن الأسباب وطرق العلاج رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع مع دكتور جهاد داغستاني رئيس شعبة جراحة المفاصل في مشفى الأسد الجامعي. يسعد صباحك دكتور. صباح أهلا وسهلا فيك. صباح خير. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا بالبداية نحكي شو المقصود بالتهاب المفاصل علميا ونتعرف أكثر على هذا المرض. التهاب المفاصل هو مصطلح علمي، انه معناته انه نحن بالمفصل في عندنا سطوح مفصلية، سطوح مفصلية مغطاية بطبقة زجاجية من غضاريف. التهاب المفاصل معناته انه السطوح المفصلية عم تصير تعري فيها، تآكل بسطوح المفصلية. طبعا في انواع التهاب مفاصل، في التهاب مفاصل تنكسي وهو الأشعة السبب الأساسي هو التقدم بالعمر. في التهاب مفاصل رثوي، رسواني سبب الأمراض الرثوية. في التهاب مفاصل قيحي سبب التهاب الأمراض الجسومية، التهاب مفصل قيحي. طبعا أشجع السبب التهاب المفاصل هو التهاب مفاصل تنكسي، والسبب الأساسي هو تقدم العمر، يعني الخلايا الغضروفية ما تقدر تعيد جدد حالة مع نتيجة تقدم العمر وجهد مستمر على المسطح المفصلي، فبصير بسوي تعري. طبعا التهاب مفاصل في له درجات، كل درجة لها علامات وأعراض. مثلا بالتهاب مفاصل تنكسي الدرجة الأولى بيكون في ألم على الجهد الكبير، حركات الجهد الكبير، المشي مسافات طويلة. في الدرجة الثانية بيكون في ألم على يعني جهد أقل شوي. الدرجة الثالثة بيكون في ألم حتى على الراحة. الدرجة الرابعة بيكون في ألم شديد ومقعد للحياة. يعني كل درجة لها طريقة بالعلاج وطريقة بالتشخيص كمان. هلا اشع السبب الاساسي بالتنكس المفاصل هو التقدم بالعمر صراحه، يعني نحن كل الجهد هلا الحديث انه نحاول نعيد بناء الخلايا الغضروفيه اللي بتحيط بسطح المفصل. دكتور كمان بعض المقولات يمكن او هو الشائع بين الناس انه احيانا الوزن الزائد كمان يسبب الم بالمفاصل، هي المقوله صح او هي مجرد شائعه ما دخلها؟ ممكن مثل ما قلت التقدم بالعمر هو السبب الاكبر. هلا في عوامل كثير تلعب دور كبير، طبعا الوزن هو احد الاسباب، بس المفصل هو بيتغذى بالحركه بصراحه وبيتغذى بالجهد. طبعا اذا في عنا وزن وما في حركه وما في ما في رياضه لطيفه، فبصير السطوح المفصليه بتتاذى. نحن لازم نعرف انه الطبقه الزجاجيه الغضروفيه من السطح المفصلي بتغذى بالسائل الزليلي، والسائل الزليلي هذه تتوزع على كل السطح المفصلي، فلازم تكون في حركه. كمان جلوس فترات طويله ووضعيات العمل المجهد لفترات طويله بتؤدي السطح المفصلي. دكتور حضرتك حكيت انه في عندنا تقريبا ثلاث انواع من التهاب المفاصل التنكسي وبتختلف بالاعراض وايضا بتختلف بالعلاج، خلينا نحكي اليوم على التشخيص. هل كل وجع او الم
بيشعر فيه الشخص بمفاصله، معناته هو معه التهاب مفاصل تنكسي. كيف بنوصف انا او خليني اقول الاعراض المبدئيه اللي بتخلي المريض يروح ويتوجه للطبيب ليعرف استقصائيا اذا هو معه التهاب مفاصل تنكسي او لا؟ هلا في احد العوامل الاساسيه هي الالم طب صراحه، وفي اوقات توزن بسطح المفصل، التحدد بحركه المفصل. في اوقات بيكون الم مثلا مسار الركبه، بس يكون مريض عنده مشكله عصبيه مثلا فتق نواه لبيه، يعني مو شرط يكون الم بالمنطقه هي نفسه، بيكون في مشكله بالمفصل نفسه. في طبعا بس نحن مشكلتنا انه تكون في عندنا الم بالمفصل نفسه مثل مفصل الركبه وتحدد بالحركه او في ازعاج، ففضل نراجع الطبيب. هلا في شغلات بسيطه فينا نسويها، مثل نعمل صوره بسيطه لمفصل الركبتين مثلا بالوقوف، هي بيبين معنا اذا في درجات تنكس المفاصل. مثلا باعمار صغيره اذا كان في عندنا الم وتحدد بالحركه احتمال يكون تمزق غضروف، فمضطر نعمل رنين مغناطيسي، وهذا بفضل نعالجه بشكل سريع، لانه اي تمزقات الغضاريف او الاربطه بتأهب على المدى الطويل انه يتنكس المفصل. دكتور، لما بنحكي عن الجلوس لفترات طويلة، عن عدم ممارسة الرياضة، عن الوزن الزائد، ممكن تكون هي من عوامل الخطر. خلينا نحكي عن أبرز هي العوامل اللي ممكن تسبب لها التهاب المفاصل كمان بشكل مفصل أكثر. هلأ نحن في شغلات كمان لازم نعرفها، أنه إذا كان في عندنا لا سمح الله كسور ضمن سطح مفصلي فلازم نعالجه بشكل سريع وإسعافي. إذا عندنا مثلا تمزقات الغضاريف، لازم إذا كان في تمزق غضروف بالمنطقة المربوة فينا نخيط الغضروف، فبرجع الرياضي أو المريض لحياته الطبيعية 100%. الوزن بيلعب دور، بس وبصراحة يعني الجهد المتكرر على المفصل هو اللي بيؤدي لتآكل سطوح مفصلية. يعني الجهد الزايد، وضعية الجهد، الجلوس بوضعيات غلط، رياضات عنيفة أويت، إذا أرضيات صالة غير نظامية. طبعا في رياضات كثير بتفيد المفصل مثل السباحة، الأيروبيك الخفيفة، نوع الحذاء اذا كان مريح بيلعب دور كبير بخفف الجهد على المفصل. دكتور، بما انك حكيت عن بعض العوامل اللي هي ممكن تاثر على التهاب المفاصل التنكسي، في كثير بنسمع انه الرياضه الفيزيائيه او العلاج الفيزيائي هو مفيد لكل انواع الالتهابات او اوجاع المفاصل، هل هذا الشيء بينطبق على التهاب المفاصل التنكسي ولا لا؟ هون لازم راحه والابتعاد عن اي حركات. حسب الدرجة، حسب درجة التهاب مفصل بالدرجات، طبعا بالدرجة الأولى الثانية الرياضة العلاج الفيزيائي بفيدنا، مثلا بالدرجة الثالثة الرابعة الراحة أفضل، في درجة الرابعة الحل الجزئي احتمال يكون نضطر نعمل تبديل مفصل. احنا هدفنا الأساسي للوقاية هي إنه ما نوصل المريض لمرحلة تبديل مفصل، يعني العلاج الجراحي هو العلاج الأخير. فالوقاية هي أساس العلاج، يعني المفصل هو بتغذى بالحركه اللطيفه هي بتفيده، بس الجهد وعدم الحركه هي بتاذي المفصل. دكتور، خلينا نحكي عن مراحل العلاج، سواء من المراحل الاولى للتعرض لالتهاب المفاصل وصولا الى تبديل المفصل والجانب الجراحي، هل نستطيع انه نحن بنقدر نحمي حالنا انه نحن ما نوصل لمرحله تبديل المفصل؟ احنا هدفنا انه نحاول ناخر تنكس المفصل قد ما بنقدر، يعني تاخر تاكل سطوح مفصليه. فبالدرجات الاولى التنكس درجه اولى احتمال تكون بس الراحه، تغيير سيستم الحياه، نعطي بين كيلر خفيف، جرعات خفيفه تكون بعلاج هذا. الدرجه الثانيه اويت مضطر نعمل علاجات اضافيه، او مضطر نحقن خلايا مثل بي ار بي بلازما، او نعطي مضادات التهاب غير استرويدية لفترات أطول شوي. درجات ثالثة أويت نضطر في علاجات حديثة، هي نحقن خلايا جذعية مأخوذة المشيمة، أو خلايا مأخوذة مثل الليبو جيمس مأخوذة من خلايا شحمية معالجة، هي الطريقة الحديثة عم نسويها بسوريا صرنا فترة. الدرجة الرابعة مضطر نبدل المفصل. طبعا المفاصل هلا تطورت، نوع كل المفاصل الصناعية عم تاخذ شكل المفصل نفسه، وعم نشتغل هلا على موضوع تبديل المفصل عن طريق النافيجيشن، يعني انه نحن بناخذ نعمل صوره ثلاثيه الابعاد للمفصل المريض اللي هو متنكس، ونفصل له مفصل بناسبه، فهذا بيكون عمر افتراضي للمفصل تبعنا عمر كبير، يعني فوق 22 سنه. وهي تداخل، بس طبعا برجع بقول انه التداخل الجراحي هو الخيار الاخير. هلا ايمتى بنلجا له؟ احنا بنلجا له وقت تكون في عندنا تنكس شديد درجه رابعه مقعد للحياه، بيهدد انه المريض يصير عنده مشاكل ثانيه. الحركه اساسيه خصوصا عند الكبار بالعمر، عدم الحركه بيسوي التهاب، بخاف انه مشاكل ثانيه، يعني
فوتنا متاهات كبيره. دكتور، بعد العمليه تبديل المفصل في نصائح معينه، اسلوب حياه معين بتنصح فيه المريض يمكن هو ما كان موجود بروتين حياته او ببرنامج حياته يتبعه بعد تبديل المفصل؟ هلا بعد تبديل المفصل بالعاده احنا اهم شيء عنده المنخب اكثر شيء منه التهابات، التهاب القيحي بصراحه، فاي مريض اللي عنده ممنوع تبديل المفصل اي التهاب لو بسيط لازم يعالجه بشكل سريع وما يستنى عليه، فنحن اكثر شيء بنخاف من التهاب المفاصل القيحيه السنويا يعني اذا انتقل المفاصل. طبعا هو المفصل المريض اللي بتمد له المفصل ما حيكون 90% الاكتيف تبعه، ما حيكون كل الحركات، يعني نحاول نحن مدى الحركه حيكون مو كامل مثل المفصل العادي. طيب دكتور، خلينا نحكي بعض الامراض بيصير الانتقال من مرحله لمرحله حتمي وبيكون العلاجات يمكن التخفيف او تقصير عمر الانتقال لمرحله ثانيه، هل هذا الشيء بينطبق على التهاب المفاصل التنكسي؟ يعني المصاب فيها بالدرجه الاولى بالتالي ممكن ينصاب بالدرجه الثانيه ولا لا؟ اذا تعالج المرحله الاولى ما راح يوصل لمراحل اخطر. هلا بالدرجه الاولى فينا نعالجه بيرجع لحياته الطبيعيه طبعا، يعني طبعا نحن بس نحن نرجع نقول ان احنا السبب الاساسي لالتهاب مفصل التنكسي هو تقدم العمر. طبعا احنا بهمنا انه العمر الافتراضي للمفصل هذا يعني عمر مثلا مريض 40 سنه يناسب مريض عمره 40 سنه. مشكله بلدنا بصراحه سيستم الحياه غير الصحي والجهد الكبير على المفاصل، نوع الاحذيه وارضيه البيوت القاسيه بصراحه، باوروبا احنا بالمانيا في ارضيه البيوت كلها خشب، نوع الاحذيه بتكون ورياضه لطيفه والغذاء الصحي، فما احنا بصراحه بنضطر نبدل المفاصل هون بسوريا باعمار صغيره، هذا الشيء ما لقيته بالمانيا، احنا باعمار 60 70 كنا نبدل المفاصل، خصوصا مفصل الركبه عم نحكي عن موضوع مفصل الركبه. فممكن يعني هو اساس العلاج تبع الرياضه اللطيفه الغذاء الصحي بيأخر شيخوخه المفصل، يعني وهذا هو المفتاح للنجاح بصراحه لنا. نعم دكتور، اليوم بالفعل الاخيره وبجائحه كورونا عم نشوف يمكن مضاعفات كثير كبيره لهي الجائحه، من الام المفاصل الحاد يلي ما عم ينتهي بعد ما يطيب المريض ويرجع لحياته الطبيعيه، عم نشوف الالام بعدها مستمره، هون ممكن تتطور هي الى هي الالام الى مضاعفات اخرى وتؤدي الى تبديل. لا هي هلا بلد لسنا انه المرضى اللي عم يصاب بكورونا عم يرجعونا والام حاده للاسف، والام حاده والام مبهمه بصراحه كثير علمي لها، يعني ما عم لاقي تفسير لسه بالفتره هي. بس طبعا هو المبدا الفيروس انه عم يثبت مناعه الجسم، فعم يجي على نقطه الضعف تبع الانسان، اذا كان عنده في مشكله مثلا في تنكس مفصل الركبه فعم تزيد الاعراض. نعم هلا علاجنا هو المرحله الاولى تلطيفي، احنا بدنا نعالج السبب الاساسي اللي سوى المشكله هي. نعم دكتور، يعني نصائح متعددة اليوم قدمت لنا إياها، بنتمنى أكيد الشفاء للكل، شكرا كثير لوجودك. شكرا لكم. كل الشكر لك دكتور. وهلأ سلمى رح نروح لمحطتنا المخرج السوري الكبير هشام شربتجي، الله يقومه بالسلامة، تعرض من كم يوم لجلطة دماغية وهو حاليا